نمبر 1 معاك يا كابتن. ماشي. افضل لاعب في الزمالك النهارده من وجهه نظرك بن شرقي، سيف جعفر. سيف جعفر، انا سمعت ان هو، انا ما اتفرجتش على الماتش بس سمعت ان هو لما نزل جاب جون وغير الدنيا. وبن شرقي برده نزل، ما شفتش والله الماتش، ما انا لو شفته هقول لك. بس انا اتفرجت على ماتش الاهلي امبارح. افضل لاعب برده امبارح كابتن من وجهه نظرك عبد القادر، حسام حسن لعيب اخر. انا من وجهه نظري امبارح مصطفى شوبير. مصطفى شوبير طبعا الناس هتقول لك بقى مصطفى شوبير ليه ده بص بدايته احسن من بدايه ابوه. بدايه مصطفى افضل من بدايه كابتن احمد شوبير. امبارح بيطلع ثلاث كور. لو حد تاني في التوقيت دوت بعد الانتقادات دي كلها تبص تلاقي رجليه بتخبط في بعضيها. تمام. الافضل خلافه موسيماني مدرب مبنى نادي الاهلي ديفيد سيزا تينكاتي. انا سامي قمصاني كمل. سامي قمصاني لاعب تتمنى مشاركته بكره كابتن احمد عاطف، محمد ابراهيم، احمد رفعت مع المنتخب. اتمنى احمد عاطف عشان نشوف فرود يعني يقلق مصطفى محمد. ماشي. مدرب الافضل المنتخب الاولمبي، خلي بالك يوم الخميس هيبقى فيه كده يعني قرار بتعيين مدرب منتخب الاولمبي. كابتن خالد جدال، كابتن رضا شحاته، كابتن حلمي طولان. لا ما ان شاء الله بعد ان شاء الله ماتش كوريا بكره الاتحاد الكوره هيمشي ان شاء الله. اختار لي واحد. طيب يا كابتن. لا انا مش هختار، وطبعا هختار يبقى خالد جلال. خالد جلال. لاعب سيفيد الزمالك حين عودته، محمد صبحي، مروان حمدي، عمر كمان عبد الرحمن. عمر برضه نفس السؤال للاهلي، احمد بيكهام، كهربا، احمد ياسر، ريان. لا انا شايف ان احمد بيكهام هيبقى له دور في حته التسليم والتسلم والاستحواذ دي اللي الاهلي بيفتقدها، لان بيلعب ثلاثه شكل بعض وهو اتطبعت على المنتخب واتطبعت في انديه كتير. ماشي. اخر حاجه كابتن، الافضل المنتخب دلوقتي بقى استمرار كابتن ايهاب ووجود كابتن حسام حسن كمدير فني، ولا راي اخر ليك؟ قول لك يعني لو مدرب مصر حسام حسن، لو مدرب تاني تاكيد جونيور دلوقتي يا كابتن مدرب ايه؟ لو كابتن ايهاب جلال يعني الامور يعني اتحاد الكوره ما استقرش انه يبقى موجود يعني، او استقر انه يبقى موجود ما يبقاش موجود. ما انت برضو على حسب الماني، لو انت في دماغك تجيب اجنبي يبقى تكيس جونياس، لو عايز مصري يبقى حسام حسن. بتحبه ليه بس؟ ماشي يا جدع. انا بقول لك، هو انا جيت مره قلت لك على حاجه طلعت غلط؟ لا بس ما تجربوني مره. مش لا معلش ما انت مسكت ايهاب جلال، ما انت مسكت شوق غريب. صح. دولت يروحوا فين مع الراجل ده لما ماسك وادي دجله وكان بيعذب الاهلي والزمالك وما بيخسرش الا بالحكام؟ كان هينزلوا بس عشان بس يا حبيبي. لا ينزلوا ايه انت؟ كان هينزلوا يا حبيبي. شوف هنا الفرقه دي بكام والفرقه دي بكام، انت بتستعبط ولا بتستهبل؟ ايه يا عم فاروق؟ ما تشوف هنا الامكانيات دي كانت كام، وهنا لعيبه كلها ناشئين ولعيبه كلها ما حدش يعرفها. طب خلاص مهما كان اللي هم اتباعوا. لا معلش حتى لو مش بكام الفكر هينزل. لا الفكر يا حبيبي ماشي. الفكر لا مش هينزل، ده هو سابهم كذا مره. ما هو انت برضو يعني لو جيت لك وحسبت لك ماتشات لوادي دجله خسروها عشان فرق تانية اضعف منهم ولهم نفوذ في اتحاد الكوره ولجنه الحكام. اسمع اللي انا بقول لك عليه، انما هو كمدير فني انت مخاوي وما نعرفش بكره في ايه. انا بقول لك اهو، انت عايز تنام افريقيا من المغرب، هات الراجل ده مره واحده. اسمعوا كلام كابتن رضا، خدوا رايي. ما انا كل مره صح، طلعوني مره ما بفهمش عشان بعد كده اقفل بوق. ادينا ورا الشمس. لا اوديكوا ليه ورا الشمس؟ انا بقول بما يرضي الله وصالح الكره المصريه. وجهه نظر بص طبعا. هو اعلى من ايهاب جلال فنيا، اعلى من حسام حسن فنيا، اعلى من كابتن حسام البدري، اعلى من كيروش، اعلى من اجيري، اعلى من كوبر، وسعره كويس وفي المضمون. طيب نور شرفك يا كابتن حبيبي يا كابتن.